نرحب بالفنانة الشابة ميريت معانا في بوابة أخبار اليوم. ازيك يا ميريت؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ مبارك لك على فيلم هاتولي راجل، وعايزين نعرف ميريت بتقدم لنا ايه من خلال هاتولي راجل؟ بقدم دور هند، رائد هند، وده شخصية أكشن، فيها أكشن كتير. هي دور ضابط شرطة، ويعني التحدي كان كبير قوي كأداء، وبما أنه دور مختلف وبيتطلب لياقة بدنية عالية، عملت أكشن، عملت كوميدي، حاولت أن أنا أدي بشكل كويس، وإن شاء الله تتفرجوا عليه وأكون عند حسن الظن. كلمينا عن العمل ومشاركتك مع الفنانين طبعا شريف رمزي وأحمد الفيشاوي وإيمي سمير غانم ويسرى اللوزي، دي توليفة جميلة جدا، كلمينا عن كواليس العمل. بصي، مش هقدر اقولك اكتر من ان انا محظوظة جدا. طبعا هم كلهم تاريخهم الفني مش قليل مع ان هم شباب، يسعدني ويعني يشرفني ان انا اشتغلت معاهم، لان ايمي اولا قبل ما نشتغل مع بعض احنا تقريبا يعني علاقتنا بتمتد لاكتر من 20 سنة. شرفني ان انا اشتغلت معاهم، واتمنى ان احنا ان انا اكون ضفت ليهم حاجة، وطبعا هما بالنسبة لي اكبر اضافة. طبعا عايزين نقول ان ابن الوز عوام، وطبعا ميريت تبقى والدتها الفنانة شيرين، وطلعت معاها فيلم هاتولي راجل. عايزين نعرف التمثيل قدام والدتك كان شكله عامل ازاي؟ كان يخوف بصراحة. لا، هي انا والدتي يعني هقولك ان انا اقف جنبها ده في حد ذاته شرف عظيم ليا، بغض النظر احنا مع بعض كل يوم في البيت، ولكن انا والدتي هي مثلي الاعلى، وكان ليا الشرف ان انا احظى بمشهدين قدامها، وان شاء الله تجربة جديدة، وحلو ان احنا نبقى مع بعض تاني، وحلو ان هي تدخل تاني تطل تاني من خلال شاشة السينما على جمهورنا. اهم بقى التوجيهات اللي عرفت يعني قالتها لك والدتك من خلال فيلم هاتولي راجل؟ قالت لي ما اعملش ردود فعل كتير بوشي، عشان اي حاجة انا بعملها حتى لو كانت بسيطة على شاشة السينما هتبقى كبيرة قوي، لان الشاشة طبعا عملاقة، فانا دايما بحب اسمع نصايحها كلها، وربنا يديها طول العمر وتفضل تنصحني ان شاء الله. ميريت رسمه مشوارها الفني ازاي بعد هاتولي راجل؟ هل هتخليكي متجهه للسينما ولا هتتجهي للدراما؟ الخريطه لسه فاضيه، ما فيش اي رسومات حاليا، ما عنديش اي خطط مستقبليه بالنسبه للتمثيل، ولكن ربنا يسهل ونشوف ايه اللي هيحصل. نورتينا يا ميريت النهارده في بوابه اخبار اليوم. ربنا يخليكي.